مرحبا ويسعد أوقاتكم بكل الخير. اليوم بدنا نشوف كيف ننعش نباتاتنا بطريقة سهلة وسريعة، وهي من خلال الفوسفور. الفوسفور الموجود بالكبريت عبارة عن سماد فوسفور منغنيزيوم كبريت، بتحلل بالتربة وبتوصل للنبات عن طريق الري. بالإضافة لأنه مبيد طبيعي، الفوسفور بيقضي على النمل طارد للحشرات، وبالتالي نحن بنكسب من الجهتين، عنصر غذائي أساسي بالنبات وكذلك الأمر مبيد طبيعي. في عندي طريقتين، طريقة بغرسها مباشرة بإناء النبات، مثل ما شايفين معي رؤوس الكبريت اتجاهها من تحت بتبقى بهيدا الشكل. الكمية أو عدد الأعواد حسب حجم الإناء. الأنتوريوم بشكل عام ما كتير بتحب التسميد، حطلها كمية أقل من المعتاد. إذا بدنا نحكي شوي على أنتوريوم، نبات استوائي ظلي معمر، بيبقى مزهر طول فترة السنة ودائم الخضرة، فقط بيحتاج إضاءة ليعطينا باستمرار أزهار. الحمد لله أنا هيدي عطيتني جديد بهي الجهة وبالجهة الثانية، الحمد لله الأمور كتير تمام. وهي نفس الشيء كتير فيها، هي جديدة من يومين عطتني زهرة جديدة، وهي في طريقة كمان لأنها تفتح. اسم الله عليهم شو صحيين، بالإضافة لأنه فيها كتير نموات للأوراق، ومعروف اني ورقة بيبقى بشكل الاخضر الزيتي اللمعة الحلوة. الحمد لله الامور تمام، نبتة سهلة بصراحة وجميلة جدا وحلاوتها مزهرة طول فترة السنة. فاما منحطها مباشرة لعواد الثقاب او نرويها، وهيك العود نفسه بالفسفور اللي فيه رح يتحلل بالتربة من خلال الري، وبعدين رح تأخده وتمتصه النبتة. هاي طريقة. الطريقة الثانية بدوب الأعواد مباشرة، بالمي اللي بدون كلور بدرجة حرارة الغرفة. خليهم يدوبوا، حركهم لحد ما يدوبوا، بعدها بروي بهي المي. تعالي يا حبيبتي انتي، فبنعمل احدى الطريقتين بالاسبوعين مرة أو كحد أدنى مرة بالشهر. الفوسفور سماد بيغذي النبات، بيقوي الجذور، وبنفس الوقت مبيد طبيعي الحشرات والنمل وإلى آخره. بنكشف على العود بعد الري بين المرة والثانية، بدنا نشوف
انه ما عاد بيضل فوسفور مع الري بيتحلل بالتربة، وبهيدا الوقت منشيلون لانه خلص ما عاد فيهم فوسفور، منعيد عليهم اقل تقدير مرة بالشهر. حابة فرجيكم هالتشكيلة اللي جمعتها من الصباريات، هاي فيها نمو جديد الحمد لله. حطيت لهم اعواد الثقاب بنفس الطريقة. خليني فرجيكم الجذور. طبعا معروف الصباريات الري كتير قليل، ولكن شوفوا الجذور من خلال الإناء كيف مبينين. جذور قويت ما شاء الله عليها، عملت لها هالتجميعة. هاي كانت ما كتير قوية لأنه أخذ مي زيادة، ولكن الحمد لله صحت. الري صباريات بده يكون قليل، الحمد لله الأمور ماشية بالاتجاه الصحيح. وحابة فرجيكم كمان النبتة الجميلة، نفس الشي حطيت لها عواد الثقاب مثل ما قلنا منشيك عليهم. هون في ري جاية مي، شوفوا بدوب. وهون كمان هدول قولوا صار لهم فترة، هاي بعد فيها شوي راح رجع. وهون بدي فرجيكم النموات الجديدة ما شاء الله، هاي كل يوم عم تابعها وراقبة سبحان الله. بديت يدوب شوفوا هاي كيف هيك بديت، وكل يوم عم تنمو أكتر إن شاء الله عليكي. الحمد لله الحمد لله. فحطوا هالمادة السهلة تناول اليد رخيصة للنباتات وناخد نتيجة سريعة ومضمونة. شوفكن على خير وبأمان الله.